السيد سيمون خوري رئيس المهرجان اللبناني المائي موجود معنا اليوم. هالمهرجان يلي سمعتوا عنه كتير خلال الشهر الماضي وهلأ كمان متابع، بلشنا نسمع عن المهرجان اللبناني المائي من 4 سنوات لما بدي هالمهرجان، اليوم رح نحكي عنه أكثر. يعني الملفت انه كمان سيد سيمون خوري هو بطل اوروبي وعالمي بالتزلج على الثلج، يعني على الماء. على الماء بس عملنا التجربة بسكينوتيك. بسكينوتيك. فاذا وهيدي عم نحكي عن الخمسينات والستينات والسبعينات. ابتدأنا سنة الخمسين. اهلا وسهلا فيك. شكرا كثير. اليوم يعني المهرجان اللبناني المائي يعني بعد 4 سنوات، يمكن باول سنه ما كان بعد معروف كثير، ولكن مع تقدم السنين عم يصير معروف اكثر واكثر، والسنه كان في رواد كثار لهالمهرجان، خبرنا عنه شوي. الهدف تبعه يعني صار تقريبا تركز على الارض مثل ما بيقولوا، نحط الرياضه المائيه السياحيه على المكان المناسب. مثلا بسور نعمل التصوير تحت المي، اللي بده يجي تصوير تحت المي على القريه الفينيقيه، يعني كلبنانيين وكاجانب له معنى تصوير الاثار تحت المي. وهي رياضه، لانه هي رياضه الغوص. مثل ثاني، مثلا جزيره الارانب بطرابلس، يعني بلشنا بجنوب لبنان لشمال لبنان. ليش؟ لانه الهواء قوي وبيسمح، اذا واحد باوروبا بده يقول بدي اعمل كايت بوردينج بيقولوا جزيره الارانب. بقى هذا الهدف تبعنا. مثلا بانفه في البلو هول الغطس الحر، بتعرفك جدودنا كانوا يغطسوا على السفنج زيت الشيء تقريبا. وزدنا كل رياضه، امبارح خلصنا بالاتسال الشراع، كان في فريق الاردني وفريق المصري، يعني كانت على مستوى عالمي البطولة. وعملنا واحدة بالبترون بنادي الشراع اللبناني. هلا بجي مثلا بيقولوا، مش بيقولوا فعليا، في الموج اللي بيناسب للسيرفينج. وعملنا ستاند اب بدل على ببيروت، لأن تنحط بيروت على الخريطة السياحية الرياضية. حتى عملنا ستاند اب بادل من رمله البيضه للصخره الجروتو بيجون، حلوه كثير كانت، ودخلوا وتجي. يعني عم نخلط الرياضه بالسياحه، ونعطي رونق او اعلان لكل رياضه على الشاطئ اللبناني. مش عم نشوف صور، كان في بطولات يعني كمان. نعم. مش بس عرض. ايه كل هذا كان بالبترون، هذا جيتسكي هون، جيتسكي كانت بالفور ستار بجونيا. نعم. هاي المناظر، هذا اللي رح يكون في سبق عالمي على الموضوع. هلا ما بقدر الحق بالكلام، بس هذا سبق جيتسكي. يعني من خلال هالمهرجان لبنان المائي كمان عم نضوي اكثر على كل الاشياء السياحيه اللي عنا اياها واللي مش مستغلينها ومش مقدرينها كمان. نوعي الناس علينا، في مناطق سياحيه كثير مهمه، في مناطق يعني صالحه لرياضات كثير مهمه بلبنان، وقت الاوقات بنسافر للخارج لنعمل هالرياضات. مفهوم. يعني من مصلحه او من اهم شيء بوزاره السياحه تحت رعايه معالي الوزير سيد ميشيل فرعون، يعني توصلنا لنتائج كثير مهمه بهذا الموضوع. وبلش من الخارج يجينا، مثلا بيجينا تصوير، اجانا تصوير من الارجنتين تحت المي. السنه جايين من عدد دول عربيه. يعني رح بال بعد اسبوعين يعني رح نبلش بالموضوع. بالخمسينات ستينات سبعينات، يعني العصر الذهبي اذا فينا نقول بلبنان كانت، فاذا هالرياضه موجوده والى اعتبارها والى قيمتها. شو كانت هذه الرياضة؟ مثلا كنا إذا واحد بده يعمل سكينوتيك يقولوا سان جورج. نعم. هاي الفكرة الأساسية اللي انطلقنا منها. نعم. بس ما كان في كايت بوردينج، كان في شوية جيتسكي. يعني تطور الوضع بعد ال 75 لكل شيء في رياضات. نعم. مفهوم الشط انفتح يعني. بس بوقتها كيف انطلقت يعني المسابقات العالمية؟ نعم. بوقتها كيف انطلقت حضرتك للمسابقات العالمية؟ نحن انطلقنا أول شيء بالسان جورج هون. بعدين
انطلقنا على سايبرس جاردن. هلا مثلا ب 13 و14 في عندنا مهرجان ليلي تزلج، فريق الامريكاني سايبرس جاردن رح يكون بسور وبصيدا بالمطرحين، بيجي حوالي 20,000 بني ادم. معناته نحن خلطنا المهرجان يعني العرض بالسباق حسب الرياضه اللي هي بتتنط. هون عم شوف الفواليه هون، ايه هيدا امبارح بالباترون وبالاتسال، هيدا كان سباق حلو كثير. بالباترون كان في هواء او كثير. امتى بدا المهرجان السنه؟ السنه ابتدانا ب 20 شهر الماضي وبعده مستمر، يعني كل ويك اند عم بيكون كل ويك اند كل ويك اند نخلص ب 20 سبتمبر. كل ويك اند بمنطقه؟ كل ويك اند بمنطقه. هذا هو الهدف اللي يعني. الويك اند القادم شو وين راح يكون؟ بجزيره الارانب بطرابلس. في الكايت بوردينج. الكايت بوردينج بعد منه دغري بيجي تصوير تحت المي بسور، بعدين ننتقل لانفي، بعدين نرجع انفي بده يكون في غطس الحر، بعدين نرجع لمهرجان سايبرس جاردن بسور وبصيدا. فاذا هل يعني الرياضات عندها رواد لبنانيين، عندها رواد كمان اجانب كمان بيجوا على لبنان؟ كمان بيجوا على لبنان. هلا اليوم بعدهم هون الضيوف تبعنا المصريه والاردنيه. نعم. وعم بيتطور كل سنه عم بيكبر يعني. املين انه الدعم من الجميع. ليك ما احلى هالمنظر هذا بعنا بالشراع. يعني في مناطق حلوه كثير بلبنان على البحر، بدنا نحافظ عليه وخليه ينضف. تيوح ما يقولوا بدنا نطلع نسبح بالشمال، لازم نشبح على كل شط جديد، على كل شط. نعم. اللبناني والساحل اللبناني. على كل حال انتم كنتم موزعين على مختلف المناطق. هل تنظيم مهرجان من هالنوع، يعني مهرجان واسع، مهرجان طويل، مهرجان ممتد يعني على هالقد مناطق بلبنان، تنظيم منه هين؟ بالتعاون مع البلديات؟ بالتعاون مع مين؟ ما هو اول شيء بتعاون في بنتي ست انات خوري. هي كمان مختصه بهذا الموضوع بالرياضات وخاصه بالدعايه. كمان لهذا المهرجان اذا يعني باسلوبها توصلنا ان الروسبور تاخذ تعمل دعايه للمهرجان اللبناني، غطي. نعم. وشغله كبيره مهمه. فهذا في عندنا عده ناس عم بيهتموا كل واحد، بس الهدف انه كل منطقه مثل بلديه صور وقت ابتدينا معهم من 4 سنين، هلا صار عندهم اختصاصيات وبيبقوا ناطرين مناطره. وبصيدا رح يصير ذات الشيء، وبكل مع كل بلديه حابه تتعاون معنا عم بتبني هيكل انه يسمح للمهرجان يضلوا مكفى. نعم. وهيك يعني عم بيكون في اعداد كبيره من محبي الرياضات البحريه. ما اعطيك مثل، بس بلشنا من 4 سنين بتصوير تحت المي، كان عندنا 2 أو 3 لبنانيه، 1 أو 6 لبنانيه. اليوم في عندنا فوق ال 15 ل 20 مسابق حابين يدخلوا او داخلين بهذا الموضوع. كجمهور كمان بيكون في ناس يعني عم يشجعوا، بيكون في ناس على الشط. مفهوم البطوله اللي فيها منظر للجمهور، مثلا مثل سكينوتيك تزلج عن سايبرس جاردن بيجي 20,000 بني ادم، وبالليل حلو كثير لانه هي اللي رح تكون وين؟ رح يكون بسور. بسور ب 13 وبصيدا 13 ايلول. ايه وبصيدا كمان مهرجان ليلي ونهاري ب 20. قد ايه بيأثر الطقس على هالرياضات؟ مهم كثير، مهم كثير. لهالسبب كل منطقه الخصوصيه رياضتها. مثل سريع، مثلا السيرفينج ما فينا نعمله اذا ما في موج طبعا، والموج اللي لازم يكون موجود مثلا بجيه. التزلج بده مطرح يكون بحر كثير كويس، في بصيدا في كثير في المينا جوا، وبصور في مطرح لائق جدا. يعني صار لنا 4 سنين عم نعمله. المهم كثير الطقس مع كل رياضه له. جزيرة الأرانب يوم الأحد، ليش جزيرة الأرانب مثلا ما تكون هون ببيروت؟ لأنه هون ما في هواء فوق. نعم. في هواء. نعم. أهلا وسهلا فيك سيد سيمون خوري، شكرا لوجودك معنا بإذن المهرجان اللبناني المائي. متابع بعد في هالويكند ويكند الجاي. إيه بنشكر الإم تي في اللي دعمهم، وتعالوا زورونا. أهلا وسهلا فيك، شكرا لوجودك معنا.
مشاهدينا، وقفي هلا بنرجع بنتابع نحن وياكم كمان مع رانديفو، خليكم معنا.